تفتكري ليه في ناس بتكتمل نفسنا؟ في ناس ما تقدرش تبقى صريحه. وانتي مالك عامله كده؟ انتي مالك حلوه كده ليه النهارده؟ مش هتعرف انتي عندك حاجات انا ما اعرفش اعملها ليه؟ انا ما نفسنتش عليها. انا لا بحب نفسي في العالم. ليه تسمت نفسنا وليه اسمها نفسنا؟ انا جاي من النفس. النفس اللي هي فيها الخير والشر، فيها الحلو والوحش، فيها الابيض والاسود، اتسترا اتسترا اتسترا. في ناس بقى تحب قوي 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 تكذب وتصدق كذبتها. ده مرض على فكرة، ده مرض نفسي. احنا بصراحة بنشوف ان الراجل ما بينفسنش على اصحابه. لا لا ليه؟ الرجالة بتنفسن جدا. ده نفسنة الرجالة اخر عفوا. الموضوع بيبقى beyond your expectations بقى. لا نفسنتهم مختلفة عشان تفكيرهم مش موجود هنا فوق كده. كلام كبير يا تشيز كيك. بحاول ابقى جد. ايه اللي تخلي الرجالة تنفسن على بعض؟ يعني مثلا راجل ينفسن على واحدة راجل ست طبعا. يعني راجل ما بيفسنش على راجل مثلا شكله احلى، ده ناجح في شغله وده لا، ده البنات بتحبه اكتر، وده الحاجات اللي عند الراجل. صدقيني ما شفت بقصة او موقف من قريب او من بعيد او يتحكي لك او تشوفيه الا ما في راجل بيبقى عنده مشكلة مع راجل تاني على واحدة ست، عشان واحده ست دايما عايز يثبت حاجه معينه. يعني انت عايزه تقولي ابحث عن المراه. يا بنتي المراه دي هي اساس الحياه. ليه الراجل لما بينفسن على الراجل بيواجهه، وليه الست لما بتنفسن على الست ما بتواجههاش؟ في رجاله ما بتواجهش اصحابهم وبينفسنوا وبيعملوا حركات من تحت لتحت بمنتهى الخباثه ومنتهى النفسنه. الراجل بيحسمها، الست بتسيبها مفتوحه. وانا بشوف رجاله سوري يعني اغبياء جدا ما بيحسموهاش وبيتعاملوا مع الموضوع بمنتهى النوادر، زي الست النادره اللي تبقى عامله زي الراجل. انت جايه صف رجاله دلوقتي ولا صف ست؟ انت صف مين؟ انا مش صف يعني عشان كده ساعات بحس ان انا مش فاهمه. لو لقيت قابلت ست عمري ما هخليها تنفسن عليا. يا حبيبتي ممكن نفسنوا عليكي من غير ما انت تبقي عارفه اصلا، لمجرد انك دخلتي ما فتحتيش بقك اصلا منفسنين عليكي، شكلك استفزهم. ماشي هم حرين. ساعات الناس بتكره ناس من غير ريزن. اي نو للاسف. في ستات تقعد تلقح بالكلام، تقعد تعمل لك حركات كده مريبه من تحت لتحت. طب ايه قولي لي موقف فاكراه واحده لقحت عليكي الكلام؟ انا كنت بعمل مسرح، كانت بتنفسن وزعلانه ان انا بيتسقف لي. ايه ده عملوا لها سكسيه، جالها سكسيه لما تسقف لها. سقفت لي الاول. يعني تعمل كده. هو المنفسن بيبقى عارف انه منفسن؟ ما اظنش ان هو عارف انه بيبقى منفس. ولا عارف؟ عارف ومصهين ما بيحسوهاش. او زي الناس اللي حشره مناخيرها في كل حاجه، نميمه. الجيران بتوع زمان، الحشريين. الحشريين. عمرك قفشتي نفسك منفسنة؟ امتى؟ غيره ان انا عايزه اعمل الحاجه دي، او يا ريتني انا عملت دي لان شخصيتي تقدر تعمل ده، بس ما كرهتش. بس هي ليها علاقه بالنفسنة صح؟ إيه؟ انتي خدتي النفسنة وحولتيها لتنافس شريف. انا اللي بقول كلام كبير. حاجه بتزغزغني كده من جوه. بتزغزغك من جوه ازاي يعني؟ مش عارفه يعني. بتزغزغني من جوه. انتي قلتي كده؟ يعني حاجة كده في كده. بس بقى هي حاجة بتغلي بس بشكل زغزيغ. ايه يا جماعة؟ مش مدول لك. معلش معلش معلش. هدمع والمسكرة هتبوظ. أنا حتى المسكرة الغالية النهاردة. أي هيت نفسنا. حلها ايه؟ بلوك 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 بلوك. ازاي ممكن نقضي على نفسنا اللي مش شريفه، اللي مش نظيفه، اللي مش عفيفه، اللي مش حلوه؟ لا لا، عفيفه ملهاش دور في الموضوع ده خالص. لما نفسن من حد نقدر نروح نقول له ان احنا نفسنا منك، فاحنا حبينا نقول لك عشان تبقى عارف ان احنا نفسنا منك، بس ما تزعلش. انا ده انا ملاك. تعالي بقى اقنعه ان هو منفسن. كان في رياضه زمان اسمها صراع الديكه، يجيبوا ديك وديك يقعدوا يتخانقوا. فالناس تبقى مبسوطه بان ده بيقطع في ده، وفي ساعات ديكه بتموت. فانا رايي ان النفسنه اللي بيستمتع بان هو يشوف اتنين بنات بتتخانق او اتنين ناس منفسنه على بعض، صعب صعب. عنده اكيد اضطراب نفسي. النفسنه موجوده في العالم كله بس مختلفه. ليه؟ في ناس بتنفسن وبتفضل تنفسن والموضوع يكبر. ليه ما عندناش سقف للنفسنه؟ ماشيه منفسنا على البشر زي ما بنلاقي بنحصل. طبيعه مجتمع. النفسنه ملهاش حل غير انه وانتي كده بتربي ولادك في البيت، عشان ده بيطلع منه حاجات كتير. ربي ولادك ان هما ما ينفسنوش في الفصل. والله اعلم.